احمد جلال الدين وزير الداخليه سابقا ومعنا السيد المهندس محمد جلال السلام. علامه واستاذنا في الامن القومي السيد اللواء سامح سيف اليزن، الساده الاعلاميين، الساده الضيوف، زملائي وزميلاتي مشاركي دواء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في البدايه اسمحوا لي ان انقل لحضراتكم تحيات السيد اللواء احمد جمال الدين وزير الداخليه السابق ومنسق عام جبهه مصر بلدي، واؤكد انه كان لديه من الحرص الشديد ان يكون متواجد مع حضراتكم، ولكن لظروف خاصه بوفاه صهره فده ظرف طارئ كان امبارح، هو ده اللي منع ان هو يكون موجود النهارده، وهو بيعتذر للظرف الطارئ ده وكان يتمنى ان يتواجد، خاصه ان احنا دائما وابدا ندرك تماما من المسؤوليه.